נקשטמוך. السلام عليكم. عليكم السلام. الاخ سلامة والله اذا ممكن احكي. سيدي معك. يعطيك العافية، كيف حالك ابو طلعت؟ الله بحكي. الحمد لله. من طرف الاستاذ حزم. ايوه بحكي معك ابو طلعت. كيف احوالك؟ والله تمام سيدي الحمد لله. والله بقول لك انا بدي اطول عليك، انا بقول لي حضرتك ممكن مراقب يعني في عروس؟ طبعا سيدي تفضل. يعني انت في معك حد يعني العرس محافظين احنا؟ فبدي حد يراقب لي على الموضوع هذا بس. بدك يعني نراقب على الاغراض وهيك يعني؟ لا انا بدي العرس، ما بدي فيه بوز، شو اسمه المشروب. مشروب. ما بدي في العرس هذا نهائيا. يعني انت مش حتجيب مشروب؟ لا ما في مشروب، بدي واحد انا يراقب لي اذا بيجي اي حاجه ريبورت يعطيني. اوكي طيب ماشي. يعني اذا حد جايب وين ايش بدك تسوي فيه؟ يعني بدي اطخه. لا انا عادي، بدي اذا حد بيجي بتبلغني انت بتاخذ المشروب منه، لان انا بعرف اصحاب ابني كلهم هذول ما هم صيع بيجيبوا هم بيقعدوا بيحطوا تحت الطاوله الحاجات هذه. ايوه بدك ان الواحد يراقب ايش ما يشوف اشي زي هيك بلغك عشان تلغيه. يعني بدي واحد يكون مرشد، يعني كيف بدي احكيها؟ فاهم عليك سيدي. ماشي. ففي معك حد طاقم ممكن اجيبه؟ بدك كمان واحد يعني؟ يعني هسا انا مقسم العرس قسم رجال قسم نساء، ها؟ عشان هيك بدي واحد مراقب. في مراقبة؟ اذا بدك اجيب معي كمان واحد مش غلط. طب هذا كيف بدي ادخل على النسوان؟ انا بكون عند النسوان وهو بكون عند الزلم وهيك. ما انت زلمه، ما هو زلمه وانت زلمه، انا قصدي افهمني. في وحده تراقب على اساس النسوان، ما هو مين بتدخل معنا النسوان؟ أيوة. انا يعني مش حيكون القاعه كلها مفتوحه ببعضها؟ لا احنا عاملين حاجه الصوت، وفي علق على اليمين الرجال وعلى الشمال النساء ان شاء الله. ما بتعرفش انت الجيل هذا، ما هو هذا الجيل. مزبوط. سلامتك. وهذا اللي ما لك شيء. ولما بتضبط اي حاجه بتبلغ الاداره اللي هو انا. طيب ماشي سيدي. انا بوفر لك شو اسمه هذا الوكي توكي، هذا الراديو الصغير، عارف؟ بيكون معي واحد بجيبتي، بعطيك واحد وبتعطي انت الطرف الاخر واحد، اذا بفضل يكون واحده بتقدر تجيب واحده؟ اذا بدك بشوف برد لك خبر في وقت يعني. هسا اللي حيصير كالتالي اخي سلامه. نعم سيدي. العرس راح يكون ان شاء الله مدته، بتحكي انت قاعد عادي عرس طبيعي؟ العرس اي ساعه بيبدا العرس هو؟ اي ساعه؟ ما هو مش عارف انت بدك اي ساعه كذا. عرس طبيعي، اي عرس بيبدا اي ساعه العرس بيبدا. مثلا هيك بروح لهم بين 8-8:30. ما هو هذا عرس طبيعي، اي عرس ما هو بده اي ساعه، الساعه 8 بده، 7:30-8 بتكون هناك يعني. هذا يعني بده تكون تجهز حالك تكون موجود الساعه 8. ماشي. هسه انت والطرف الاخر في وحده تقدر تجيب وحده؟ انا حاشوف لك هاليومين بدك خبر. هسه بدنا نتفق بس كيف الاليه تكون، اليه الشغل. هسه على سبيل المثال. نعم. هسه كيف راح تتصرف اذا مسكت واحد انت في قنينه معه؟ طيب ما هو يعني ما هو هاي الطريقه اكيد في ناس حتزعل، لانه انا بالنسبه لي اذا تم القبض على قنينه او اي حاجه ليفت اوفر موجوده، انا بالنسبه لي بطلعها. يعني العرس هذا فاشن، انا زلمه دغري زي اللي بجد ملتزم. انا انسان ملتزم، بحب الاخلاقيات والروح العاليه. الحمد لله. أما اللي بده يجي كل قدمه في عرسي ابني، اللي بده يجي كل قدمه ولا يجي تشافل بدعس عليه. طب انت هلا انت احكي لي ايه المطلوب، اذا لقيت واحد معاه من ايش اللي اقدر اسويه معاه؟ انت اللي تحكي لي اللي بدك اياه. الله يرضى عليك، يعني انا اسف اذا طريقتك انت اللي قول لي هي اللي بدك تمشي. انا طولت عليك. لا عادي. هسه المطلوب كالتالي، احنا معك الراديو بيكون طبعا الوكي توكي هذا جهاز ارسال بينك وبين المخبر الاخر، وانا بكون موجود، انا بكون قاعد على الطاولات عادي بسلم مع العالم. طبعا. هسه على سبيل المثال دخل واحد صعلوك مع قنينة. انت زي ما تعرف القناني ما هم احجام، عارف؟ وما انا اللي عارف انا كل الاشياء هاي. شو اسمها هي؟ لك ليبر.
ايوه هذا شو اسمه ما عرفت انا فيها اللي هو ما هو اشكال والوان في احمر وفي اسود وفي ميت اشي فرضا واحد جايب معاه هذا اللي هي زي البول لونها اللي لون فيها موجودة دخل ها انت شكيت فيه هسا اذا شكيت فيه انت مش متأكد انه هو ولا لا ها كيف بدنا نختبر هذا الشغل بتبلغني اخبارية اول اشي بيكون في شفرة بيناتنا انا وياك والطرف الاخر ايوه شارع واحد لا على سبيل المثال داخلي اثنين تمام بقول لك ايش بتقول لي تم الشك تم الشك يعني بنعطي اشاره بيني وبينك هيك حكي ما يتفهم تم الشك علم برد عليك انا بقول لك علم بتلاقيني انا على طول طلعت بديت احفتل في المنطقه هذه ايوه بتقوم انت ايش عامل في نفس الوقت بتضلك مراقب من بعيد انت هسه في قسم الرجال بتضلك مراقب من بعيد بمر انا بشوف الوضع انا بعرف على طول بعرف باجي بسلم عليه بقول له كيفك عمو كيف حالك بكون ماسكه انا بدي ارحب فيه بكون ماسكه من جسمه بلقط القنينه لقطت القنينه برجع بسلم عليه بروح برجع بقول لك انا داخلي واحد حول الى شارع واحد حول على طول بتكون علم حول بقول لك سسبكت نمبر فور نمبر فور دائما للشباب نمبر تو للبنات بقول لك سسبكت نمبر فور احنا بنبعث من الليل كنا عارفين بيننا وبين بعضنا نعم القي الخط شو بتعمل انت؟ طب انت سيدي هلا بدك تاخذ القنينه منه ما هو بده يزعل هسا فيش فيها زعل الامور هاي ما فيها زعل يعني انت حكي للضيوف انه كله يجي ما حد انا مأكد على الكل ان ما حد يجي قلت لهم مشروب ما بدي قلت لابني طلعت قلت له اذا بتجيب مشروب على العرس بشوف فيه مشروب بخلع نديم سراج بيحكي معك يعمل فيك نقشه مخ مقلب على التليفون يا سلامه نكشة مخ